شيرين محمد تصدمهم، شو صار مع أسامة وشيرين؟ شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع شيرين بيوتي اللي تفاعلت امبارح بالانستغرام بمجموعة من الستوريات. كان الجمهور عم يسألها شو سر شعرها، وردت شيرين انه هي كانت خبيرة بالشعر الكيرلي، لكن حاليا هي بدها نصايحهم. اما اسامة مروافة نشر ستوري على الانستغرام علق عليه بي لما الشخص يقول لك ماني بوجهه، وكان الستوري بيتضمن عدة وجوه على الحائط. اما لينا ولينا، فلينا ظهرت امبارح مع اخوها مصطفى بالسينما وكانت لابسة لبس شتوي، والجمهور سألها ليش لابسة لبس الشتوي بالصيف، وردت لين انه هي بريدة. اترككم على ستوري. اوكي جايز، جينا على السينما انا ومصطفى. هيا مصطفى. اوكي فانه جايز انا لابسة الشتوي لانه السينما كتير برد، انا ما بستحمل البرد ابدا، فبس والله مش هطلع من السيارة، انا جاي بس هلا براكن يعني، فمش هشوف، بس والله انا بدي بسرعة. وصرح مصطفى انه لانا ما اجت معاهم للسينما لانه مو جاي عبالها. جاي اشوف فيلم معزوم عليه، بس جاي مو لحالي، جاي انا ولين. لانا ما ردت تجي لانه قال مش جاي عبالي، فخلص جاي لين لحالنا.